هلو ليديز اند جنتلمان، اعزائنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. قبل ما نبلش بهذا المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. حبايبنا الكرام، مثل ما انتم شايفين اعزائي خلفي ورا نزلت عجله الصيف حبايبنا. اوكي، قبل ما نبلش المقطع حبايبي، حاب اذكركم بشيء كثير مهم شباب. عملتنا من شوي، ما اعرف اذا الكل شفتوا البوست اللي نزلته على الانستغرام شباب. بدعيكم الكل يروحوا على الانستغرام شباب، وهم طبعا نفس الوقت قناتنا الثانيه اساطير. موضوع اليوم شباب، قبل ما نبلش بالمقطع ندخل على العجله وان شاء الله يطلع لنا 10,000 جوهره حبايبنا. صار الوقت انه يعني خلاص، يعني ما راح نشرح بالموضوع من اول والاخر، فهمتوا علي حبايبي؟ موضوع الشراكة. سو شباب، نزلت البوست على انستغرام، بتمنى من كل اسطورة شباب يروح يدخل على البوست ويتفاعلوا هذا البوست شباب، يعني صار وقت انه ندخل الشراكة. نزلنا نفس الوقت شباب الهاشتاج نريد عليكم، او لا نريد عليكم في الشراكة حبايبي. نحب نوصل صوتنا شباب للشركة كارينا، اوكي، لانه خلاص صار الوقت حبايبنا ستوب. اوكي يلا سو ليديز اند جنتلمان، قبل ما نبلش حبايبنا بهذه العجله ونشوف حظنا البيض، لا تنسوا مره ثانيه لايكاتكم وشيراتكم وبارتاجاتكم حبايبنا. اوكي حبايبنا الكرام، ليتس جو ليديز اند جنتلمان. طبعا شباب، يعني بدنا الشركه تخش شركه عشان يوصلنا كودات نظبط الوضع، نعمل لكم فعاليات على البث اكثر واكثر حبيبي والله. طبعا شباب، انا دائما بعمل بث مباشره يوميا على الفيسبوك، تعالوا اهلا وسهلا يلا. اوكي ليديز اند جنتلمان، طبعا خلينا ندخل على العجله حبايبي. مثل ما انتم شايفين، وين العجله. طبعا شباب، ان شاء الله ما يكون طولت عليكم كثير حبايبي. اوكي، هذا الموضوع يعني كثير مهم وصار يعني لازم يعني. اوكي خلاص، اوكي حبايبنا، الان عندنا شباب العجله الاسطوري. اوكي ماشي، عندهم 10,000 جوهره، ان شاء الله يكون يوم حلو يعني، ونحصل على 10,000 جوهره، ونحاول نحصل على الحزمه الميكانيكي. والله ماشي ماشي الحزمه شيء بلوز. اوكي عندنا لفه الخاصه، خلينا نجرب لفه الخاصه معلم. وات؟ قول لي موكو تاكيد، لا تذكرني، هات لنشوف. معدل الجائزه الكبرى 200، كان في لفات وات از ذيس حبايبي؟ لك كان في لفات ال شو اسمه ال، اللهم صل على سيدنا محمد، كان في 10 لفات خاصه، وينهم؟ مش مالي شايفون، ايش في؟ ايش صاير؟ والله شباب ما بعرف الوضع. اوكي خلينا نجرب لفة 10 لفات لنشوف الوضع معلم حبيبي والله. يلا اوكي بيض، يلا 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 يا شباب. انا عجلت هذول يا شباب، انا شوفوا في حدثين بكرهم بلعبه فري فاير صراحه، يعني العجله هي والبرج التوكن، يا لطيف قد بكرههم حبايبي، بكرههم يعني بكره 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 حبيبي والله. اوكي يلا هات السكين معلم يا اخي، لا تنشفني ريقي من الصبح، الله يسعدك. يلا يا شيخ، يا اخي ما في سكايب، نعمل سكايب يا اخي، او نعمل تخطي، صار نعمل تخطي لاحد الحدث. بيض بيض معلم، بيض، اوبا طلعت لي رقصه. يلا يلا يلا، هي هي يلا، هذا اللي سعد، يلا الحدث. لا يا ربي يا اخي، حاطين 10 لفه والله قريبه يعني يا اخي. ول عم برجع لورا، قدم لقدام يا زلمه يا اخي، طلعت لي الرقصه مرتين يا اخي، ما بدي الرقصه معلم. يا ربي ايش يا اخي، لك جنبه والله جنبه يا اخي، يا الله. اوكي يا شباب الحلو، خلينا نشحن جواير. اوكي يا شباب هيك نشحن الجواير، خلينا نجرب حظنا نشوف مره ثانيه. لا لا لا، بليز 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 معلم، يا ربي لك لك معي شباب والله قريبة يا اخي. هنا نضرب لفة ال 15 معلم، لفة ال 15 يعني نفس الشيء معلم، ما اختلف شيء، ها نفس الشيء. يلا معلم، يلا برو، يلا معلم، هي هي مو هي لفة الخاصة، الخاصة معلم، لا هو، يلا يا ربي يا ربي شباب، انا والله يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم. خلينا ناخذ هذول على اليسار، شوف هذول معلم مرات ممكن يفيدونا بشيء. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اوبا يسعد دينك قلبي،
صراحة شاب أقول لكم بكل صراحة يعني أنا يعني نوكم مثل سوالي حتى سماعات معلم حتى سماعات معلم حتى سماعات لأنه الوضع راح يكون جدي أكثر من مزبوط. أوكي شو كنت عم أقول الصراحة شباب أنا كنت حبيبي والله لا والله لوز ما عارف كم صرفنا كم معنا كم معنا شباب كم معي 1400 وشحنت 200 هيك شيء يعني تقريبا يعني شحنت 3000 سبيكر معنا بالجاند بازر شباب تمام والان بقى 100 يعني صرفنا 2700 اوكي اتس كول جبنا السكين لوز اللوز معلم حبيبي والله اوكي شو راح اجرب السكين شباب كل مره طبعا يعني يا بوي ايه تمانو يوبا يس ولي شوف الشعرات ولا ويل شوف الحقيبة الساكورا معلم خربت الوضع سوا شوي لا وين الحقيبة كانت يا الله الباك هاي ايوه خلينا نعمل بس نعمل شوف الشعر شاب كبرى ما كبرى معلم يا لطيف شي بخوف يلا ندخل نجربوا شباب ليديز اند جنتلمان مثل الكاميرا جايب السكن حبايبنا الكرام لا تنسونا الله يسعدكم شباب الانستغرام والموضوع اللي تكلمنا عليه اول المقطع حمد خلاص صار الوقت يعني ما راح اكرر يعني خلاص تقريبا ضلنا تتزين شباب محتوى فري فاير فيسبوك بسوس بشكل يومي واليوتيوب يعني ايام زمان عشان يقول يعني لازم اوصل 100000 وصلنا 100000 حبيبي وخلاص يعني انا داخلين على 300000 شباب بالنسبه للمناسبه شباب بدنا بهذا الشهر شباب وصلت 300,000 مشترك على اليوتيوب يا اساطير سو ليديز اند جنتلمان اتمنى من كل صراحه عم يشاهد البث الان مو البث لكن المقطع يشترك الله يسعدكم حبايبنا وان شاء الله قريبا ندخل شراكه شباب ونصير كودات باللوز اوكي ليديز اند جنتلمان اوكي معلم هذا هو السكين حبايبنا الميكانيكي ثم راح ناخذ البربر والله معلم خلينا ندخل نجرب خلينا ندخل نجرب راح نشوف شو نقدر راح نشوف شغلات واو يا بوي عليكم الاسطوره عليكم الضغط هون يا السلام عليك تعالوا تعال يخرب بيت انت شو عم تعمل هيون او ماي جاد لقد ضيعت الايم لقد ضاع الايم بال يا اخي شوفوا لي السكين يا اخي والله حلو والله حتى الحزاء يعني شيء اسطوري كمان ولو لا وقف علم لا بالركض شوي كبير طالع والله الحزاء شوي طالع كبير بالركض بس يعني اتس اوكي ابلع ولا يا زلمه طولي بالك ابو سيدك طولي بالك يا زلمه من عم ضربك ولا طولي بالك يا ويلي تعال يا اخي والله يا زلمه كنت بدي اجيب ورشه شو عم بيعمل هذا هون وانت شو عم تعمل هون معلم يلا ابلع وان شات هيت شات ولا اوكي حبايبنا الكرام خلينا نطلع الان ونشوف ال يا ربي يلا شباب خلينا نشوف السكين من عن قطعة من السكين حبايبنا نشوف شو نقدر نعدل عليه ولا ما نعدل ولا شلون ولا حبيبي والله ليتس جو هات نشوف حبايبي يلا ندخل كاركتير ندخل الخزنة الثواني لا ما فيش اوكي هذا هو نشوف عنده شي ميزة السكين هذا ولا اوكي شباب هذا الشعرات مثل ما انتم شايفين والله يا شباب الشعرات يا سلام شيء حلو صراحة الشعرات أول مرة بشوف عقرب يلا عقرب يا زلمة شفتوا العقرب شباب منو طلع العقرب يلا من راسه طلع والله ما انتبهت له شباب بنسى البنطال هذا والبنطال شباب والله البنطال يعني مش حلو الصراحة البنطال حبايبنا يعني برات يعني تصميم البنطال صاير هيك شوي هيك يعني مو كبير ماشي حبس ولكن الحزام معلم هل شيء زايد هذا شيء زايد قرين ليش خربت السكن يعني ليش الزايد هذا خربت الوضع لو كان جاي شوي ضيق هون لكان صار امر لوز معلم اي والله هذا الجاكيت يعني لوز
اوكي صراحه عشان ما بعرف شو واحد يقدر يغير عن هذا السكين يعني عن جد يعني شيء باللوز اللوز هتشوف ما حاطين هنحط له شيء هيك مكياج معلم راح يصير يمكن افضل من هيك ثواني شوي نشوف شو نقدر نحط له والله هيك طالع حلو معلم وبالعاده هو ما عنده هذا الوشاحات ما وشاحات والله هيك شباب هيك شيء حلو ولا لكم لا هيك يطلع حلو والله حتى يا اخي اخي كله نفس الشيء شباب اعطونا بطاقه اعطينا واحد احسن شيء تمام محمد رمضان حبيبي والله اوكي هي خلاص نبقى هيك شباب حبايبي خلينا هذا الوضع هيك وضعنا اللوز اللوز اوكي ليتس جيت من حبايبنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير لا تنسوا حبايبنا الكرام دعمكم بالحمله اللي رح نعمل لا بلشناها امبارح اليوم بلشنا اليوم الساعه 1 بالليل بلشنا البوست نزل على الانستغرام اوكي حبايبنا بدنا الصوت يوصل للجميع الله يسعدكم حبايبنا صار الوقت اوكي بتشكركم جزيل الشكر على الدعم الاسطوري عم تعملوه اخر فتره بارك الله فيكم جميعا حبايبنا بتشكر من القلب بشوفكم على خير اوكي يومكم سعيد نلتقي على البث المباشر ان شاء الله اليوم سلامات